السؤال. قال أبونا نوح ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، فلماذا لم يلعن حام ولكن لعن كنعان ابن الأصغر؟ لأن لو لعن كنعان يكون تلت البشرية لعن، أنه هو ليه تلت أبناء حام وسام ويحيى، فيبقى يتلعن هو وكل أولاده، فهو أخذ واحد بس من أولاده عشان الباقيين ما يكونوش تحت اللعنة. دي نقطة. والتاني نقطة، لأن ربنا بعد الفلك بارك نوح وأولاده، فمش معقول بعد البركة اللي أخذوها من ربنا ياخدوا لعنة، فهو لعن واحد بس من أولاده.